سائل يسأل، وجدت 1000 جنيه في الشارع فشرفتها وقلت لو جه صاحبها ياخدها، اللي عملته ده لا يجوز شرعا، اللي لقيته دوت امانه في رقبتك ما ينفعش تصرفه، تاخده تركنه على جنب، لان النبي قال كده. سئل عن اللقطه في صحيح البخاري فقال عرفها سنه، تفضل عندك ما تلمسهاش سنه، فان لم تعترف فاعرف عفاصها، يعني اعرف المحفظة دي اللي كان فيها الـ1000 جنيه، ووكاءها القفلة بتاعتها سوستة ولا حبل ولا دبوس، فاعرف عفاصها ووكاءها وكلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. طب ليه بنعرف عفاصها ووكاءها؟ عشان يدل على يجيب وصفها، لكن تصرفها الكلام ده لا يجوز شرعا، دي أمانة عندك لا يجوز تتصرف فيها غير بعد سنة. جزاكم الله خير. في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. أنا محصل بلاقي زيادات جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه في زيادة في دي لقطة يجوز التقاطها، يجوز إنك تاخدها. ليه؟ لأن دي حاجات تلتفت إليها النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ملقاة فقال لولا أني خشيت أنها من الصدقة لا أكلتها. دل ذلك اللي يلاقي حاجة بسيطة يجوز أن يأخذها، لكن الكلام كله ما تلاقي 100 جنيه 200 جنيه زيادة يبقى دول عتشلهم لمدة سنة. ده مهم جدا، أن لو واحد لقى موزة لقى طمرة لقى حاجة بسيطة يجوز أن يأخذها وبدون أي حرج، ونقل ابن قدامة الإجماع. جزاكم الله خير. تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. يسأل وجدت معزة ضيعة فخدتها عندي في البيت، أعمل فيها إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، تبعت للناس اللي عندهم معيز، في معزة عندي يا أخوانا قولوا لي أمرتها وديها لكم، فإن لم تعترف نعمل إيه يا رسول الله؟ فعرف عفاصها ووكاءها، اعرف العلامات بتاعتها والامارات بتاعتها وكلها، بقت بتاعتها خلاص حطها في الراعي تاكلها براحتك. فان جاء صاحبها بعد سنه فايه اللي يحصل؟ فاديها اليه وتحاسبوا على الاكل والخدمه، هتحاسبوا على اكلها وايه وخدمتها، وزيها زي الخروف، زيها زي الفرخه، زيها اي حاجه بتتربى. جزاك الله خير. تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل، كنت في عمرة ولقيت حاجة مرمية وخدتها، إيه حكم الكلام دوت؟ اللقطة في الحرم نوعين، لقطة حقيرة لا يلتفت إليها أحد، زي شبشب قديم، زي الناس بعد عرف يبقى فيه كده منامات مرمية والناس رامينها ومشيت، ده يجوز تاخدها وتسافر بيها وما فيهاش أي حاجة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو في المدينة في الحرم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. طب لو لقطة بذات قيمة يعني 100 ريال، 200 ريال، 1000 ريال، جهاز تسجيل، جهاز موبايل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، يبقى لازم تاخد اللقطة دي توديها المركز بتاع اللقط هناك والمفقودات وتديها لهم وهم بيعرفوها، لكن حرام لقطة الحرم اللي ذات قيمة تروح بيها، يقول لك أنا أعرفها سنة واسيبها، لا، حرام لقطة الحرم لا يلتقط لقطته، النبي قال كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط، لا تتملق لقطة الحرم أبدا. جزاكم الله خير. في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. حفظ الفلوس على فودافون كاش او اتصالات كاش وتحويل الفلوس بنسبة، تحويل الكاش ده كله ليس جائز وليس ليها ربا، ده اسمه حوالة، انا بحول فلوس وبدفع ثمن الحوالة، بدفع اجرة تحويل الفلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيل الى مليء فليحتل، يعني انت ليك عندي فلوس وانا بحولك على مليء تاخد منه، بقول لك ما تصرفش من عندي واصرف من عند فلان وده مليء وعنده فليحتل، فانت بتحتل، والحوالة دي شرعا واجماعا جائزة وليس فيها اي شيء. جميع تحويلات فودافون كاش ومعاملات فودافون كاش والاختلاف في الارصدة دي كلها ليست ربا، الاستلاف من الرصيد ده مش ربا، دي خدمة انت بتدفع ثمنها، اما بستلف من فودافون دي خدمة انت بتدفع ثمنها. جزاكم الله خير.
ما حكم المجبر على التعامل مع البنك الربوي، لان البنك لان مرتبه على البنك او الفيزا ميزه اللي لازم تدفع عن طريق البنك؟ نقول له بدل ما انت مجبر ما عليكش ويزا، بس بشرط ما تخليش حاجه جوه الفيزا ابدا، دايما الفيزا تكون فاضيه الا لو الفيزا دي طالعه من البنك الاسلامي. لو البنك الاسلامي تحط وتحوش فيها مفيش مشكله، لكن البنك غير اسلامي حرام تحوش فيها جني وحرام تبقي فيها. اسحب منها اللي تقدر تسحبه، ما تخلي دايما الرصيد صفر او قريب من الصفر، الحاجه اللي ما تقدرش تسحبها. اي واحد بيسيب فلوس في مرتبه متحوش، اي واحد بيسيبها ده بياكل ربا، لان البنوك بتاخد الفلوس دي كلها وتتاجر فيها. جزاكم الله خير. سائل بيسال ما حكم وضع الفلوس في البوسطه؟ اللي بيحط فلوس في البوسطه نوعين، واحد بيكتب هو بيحط لا اريد فوائد بدون فوائد، ده راجل يجوز التعامل لان البوسطه بتاخد الفلوس وتشيلها على جنب. واحد تاني بيفتح حساب ما بيقولش كده، يبقى ساعتها بيجي له فوائد على البوسطه وهو كده بياكل ربا. طيب بياكل ربا ليه؟ لان هو خد فوائد، وده اجماعا بلا خلاف الا خلاف عباد القبور الصوفيه اللي موجودين دلوقتي، لكن كل علماء الازهر وكل علماء الدنيا بيقولوا ده ربا. طيب لو عمل كده عقوبته هيتحار، هيبقى محارب وملعون في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. طب هيبقى ملعون ازاي؟ لان الرسول قال لعن اكل الربا اللي هو اللي بياخد الفوائد، وموكله الراجل اللي بيعمل قرض من البنك عشان يدفع، وكاتبه اللي هو البنك، وشاهديه كل واحد عرف ان الراجل ده حاطط فلوسه في البوسطه وما انكرش عليه، كل دول ملعونين. طب ايه الدليل ان ربنا هيحاربه؟ لان ربنا قال في اللي بياكلوا ربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ايه ازاي بيتحارب في الدنيا؟ في صحته واولاده وماله، كل ده بيضيع. طب بيتحارب في القبر ازاي؟ بينزل في نهر دم ما بيقدرش يتنفس شهور، واول ما يطلع يتنفس يلاقي ملك يحط له طوبه يرجعه تاني، اول ما يخش القبر بينزل في بحر الدم لحد يوم القيامه. طب في الاخره يقوم هو مصدوم، يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب ايه اللي جنه في الاخره وخلاه زي المصروع؟ ان لقى كل جنيه خدمه البوسطه اشد عند الله من 36 زانيه، ولقى كل جنيه خدمه البوسطه ادناها، ان قال صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا ادناها ان ينجح رجل امه. لازم يتوب ويتصدق بكل الفوائد اللي خدها ويتوب الى الله تعالى فورا. جزاكم الله خير. واحد معاه فلوس وبيسال بيقول اوديها فين وانا مش عارف استثمرها؟ نقول له ممكن تشتري بيها ذهب او عقار، او تحطها في البوسطه وتكتب مع وتكتب ان انا مش عاوز فوائد، او توديها بنك اسلامي وتراعي ان البنوك الاسلاميه دلوقت في نسبه ربا فيها، لان الدوله اجبرتها من السنه اللي فاتت على وجود نسبه ربا. طيب لكن تحطها في بنك ربوي وتاخد فوائد عليها، الكلام ده حرام، حتى لو ما بتاخدش الفوائد، حتى لو تصدق بالفوائد، لان كونك موافق على دوت بقيت انت اكل ربا، واكل الربا محارب وملعون في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. محارب وملعون في الدنيا في صحته وماله واولاده، ومحارب في القبر بينزل بحر دم، وفي الاخره بيقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لانه بيتصدم ان كل جنيه خده من الفوائد حتى لو تصدق بيه، بس هو خده وهو وافق على كده اشد من ناكح امه واشد من 36 زانيه. كل قولي هذا واستغفر الله لكم. سائل بيسال انا راجل ساكن في براني، بيجي لي ناس معاهم فلوس مصري باخدهم منها واقول لما تروح ليبيا تروح لفلان تاخدهم ليه، بيدفع 100,000 مصري وبعدين بيوم ولا يومين يروح يستلم الليبي من هناك. اقول له الكلام ده حرام وربا واشد عند الله من 36 زانيه، توب الى الله تعالى انت واللي اداك الفلوس. طب ايه الدليل من ربا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضه ربا الا هاء بهاء. لازم فوري، لازم فوري الصرافه بين العمله لازم يكون فوري. طب ايه الحل؟ الحل ان هو يكون مندوبه هناك مع المندوب بتاعك اللي بيسلم، وانت بتفتح التليفون معاه على الخط، هو بيسلمك على الفلوس هنا وده بيسلمه الفلوس هناك في نفس الوقت والتليفون مفتوح. يقول لك طب انا بديله وصل او شيك، الوصله والشيكات ليست قبض، ده ورق دين. ابو هريره قال لا تبيع السقاق، ونهى عن نهى مروان بن الحكم وقال له بيع السقاق ده ربا، الشيكات مش قبض، الوصله مش قبض، لازم في العمله الفوريه.
جزاكم الله خير. سائل بيسأل: أنا استلفت من واحد في السعودية 100 ريال سعودي وقلت له من روح مصر سدهم لك مصر، ده ربا على طول. ليه ربا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة ربا إلا هاء بهاء. لازم بدام هتدفع 100 ريال وتاخدهم مصر يبقى دلوقت، مش تاخدهم دلوقت في السعودية وبعد كده في مصر، ده ربا على طول. طب لو جينا، لو انت يبقى انت لو نويت كده ان انت هتسدهم له 100 ريال سعودي، هتاخد هتستلف 100 ريال وتسدهم له 100 ريال، ده مش ربا. طب جيت في مصر هنا ما لقيتش ريالات وكان صعب، يجوز لك في حاله عدم وجود الريالات انك تسدهم مصري بسعر يومها ولا تبقي بينكم شيء. يعني ايه؟ وايه الدليل؟ يعني تقول والله ال 100 ريال دول عاملين معانا مثلا 1000 جنيه مصري، ال 1000 جنيه دول خدهم اهم، ما تقولوش هديك 500 وبكره 500، لا لا، ولا تفترق بينكم شيء. طب ايه الدليل؟ الدليل على جواز ان احنا نسد بالمصري في حاله عدم وجود عمله، الدليل ان حديث ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اني اشتري الابل بالدنانير واخذها بالدراهم، واشتريها بالدراهم واخذها بالدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس ان تاخذها بسعر يومها ولا تنصرف وبينكما شيء. يعني ما دام انت مش قادر ممكن تاخدها بالعمله المختلفه بس بسعر النهارده وما تسيبش جنيه لبكره. قولوا قولي هذا واستغفر الله.